دجلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. اتعلم الكرم من البخيل، هذا مثل مصري، ممكن ما يوازن أو يساوي هذا المثل بالتونسي، مثل معروف ونكرره دائما، خذ العلم من رؤوس الأفكارن. قلت هذا من أمثلة مصر، أمثلة الشعبية المصرية. الشعب المصري مبدع، ويزيد إبداع هذا الشعب عندما يتعلق الأمر بالأمثال، وعندما يتعلق الأمر بالفكاهة وبالظرف. وكأن هذا الشعب تعلم أن يداوي جراحه، وما أكثر جراح المصريين، وألامه، وما أكثر ألام المصريين، تعلم أن يداوي كل هذا بالنكتة وبالضمار كما نقولوا بالتونسي. المصريون أثروا الفنون العربية خلال العقود الماضية ثراء وإثراء فريدا، وكل يوم يبدعون من المواقف ومن الهزل والسخرية العشرات بل المئات من النكت ومن الأمثلة. طبعا المثل هنا فيه سخرية وفيه استهزاء، إذ كيف يعلمنا البخيل؟ كيف يعلمنا هذا البخيل الكرم؟ البخيل لا يعلم إلا البخل، أما الكرم فلا يعلمه إلا الكريم حقا، لأن البخل هو ضد الكرم وعكس الكرم، والإنسان لا يعلم ضده، وإذا علم ضده نهرناه وقلنا له هل لنفسك ذا التعليم. ولكن مع هذا فإن هناك من يسعى بكل الوسائل في تعليم ضد ما يكون عليه أو عكس ما يكون عليه، لا يكون متخلقا ويحدث الناس عن الأخلاق، لا يكون مؤمنا ويحدث الناس عن الإيمان، لا يكون متعلما ويصف للناس العلوم، لا يكون نشيطا ويصب بحضرة الناس الكسل والكسالة. هذا موقف مضحك ولكنه موقف متواتر، ويكشف انفصاما ويكشف نفاق ويكشف كذب، وكلنا يعاني في الحقيقة من هذا الموقف ولو بنسب متفاوتة، أو في بعض الأحيان تكون النسب مفزعة ومخيفة. وإذا تأملنا فإن كل الحقول التي نتحرك فيها مليئة بهذه النماذج، الدين، السياسة، الرياضة، الفن، هناك من كل رأس ماله بعض دندنة وبعض لحن، ولكنه في حضرة الناس يقول عن نفسه أنه فنان. أم كلثوم رحمه الله كانت تجتهد وتجهد نفسها سنة كاملة لتنتج أغنية واحدة، ولم تكن تسمي نفسها فنانة. الآن هناك من يعيد أغانيها ليكسب بها الملايين ويسمي نفسه فنانا أو فنانة. لا، أم كلثوم كانت فنانة، أما من يقومون مقامها اليوم في النزل والصالونات فهم سماسرة وهم مطربون التجار. ولأن هذا الصنف تغى ويطغى فما عاد هناك فنانون بحق. هذا يأخذنا إلى مسألة هامة، مسألة أن العبرة دائما بالذات أو الفرد أو الإنسان أو الشخصية. العبرة إذا كان الموضوع موضوع أخلاق ليست بالمعرفة الأخلاقية أو بكتب الأخلاق، لا، العبرة بالإنسان، هل هو متخلق أو هل هو عديم الأخلاق. إذا كان متخلقا نفع حديثه عن الأخلاق، وإذا لم يكن متخلقا فإن كل حديثه عن الأخلاق وإن كان يزن أطنانا لا ينفع ولا يفيد. في السياسة باعتبار أن السياسة هي خدمة الناس، فظاهر وجلي من يكون متواضعا للناس محبا لهم بما يجعله خادما لهم، وبين من هو متكبر متجبر يضر الناس ولا ينفع الناس في شيء. نحن في العام غارقون في العناوين وفي الاعتبارات النظرية وفي الشعارات، وكل هذا يضر ولا ينفع. في كل أمر وفي كل حقل وفي كل اختصاص نحتاج إلى قدوة، في التعليم، في السياسة، في الدين، في الفن، في الدبلوماسية. القدوة هي التي تؤسس بين الناس وعيا، والمجتمع التونسي صار اليوم عاجزا، وصار عاجز في الحقيقة منذ مدة طويلة، صار عاجزا عن إنتاج قدوات يعترف بها وبفضلها على نطاق واسع ويعتمد عليها لبناء وعي تونسي جمعي. وعلى الإنسان أن يعترف بفضل جيل الاستقلال الأول، كان المعلم النشيط في قرى تونس قدوة، وكان مثالا، وكان صانعا للوعي، وكان مثابرا. نحتاج جيل جديد
نوعية جديدة من القادة يحدثوننا عن الكرم ونرى بالعين أنهم كرماء، فنحب حديثهم عن الكرم ونصير بحب هذا الحديث نصير كرماء. ما دون ذلك بخل لا ينفع بل يضر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. دقلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر.